الأكثر شيء بيذبحها للمرأة هو الشعر والغزال. وقد ما تكون المرأة قوية وشايفة حالها، بس تسمع شعر أو غزال بتلاقيها سخسخت وصارت مثل الحمل الوديع. اسمعي مرة تانية، اسمع لي يا مرة تانية. إذا عندك شيء قلي عليها قبل ما أقول لها يا لهالة. اسمع. سمعنا. تسلم لي عيونك هالحور. عيوني غرقانة فيها. سلام. لو يقلب قلبك تنور. عظامي حطب. تعرفوا للحطب؟ بعرفه. بساويها. يا عيني عليك. لكن قلبك مو تنور. عظامي أنا. شو بساوي فيها؟ شو بساوي فيها؟ طعميها للكلاب. إيش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين عمي أبو صالح، شرف، تفضل. أنا شايفكم لاطين هون جنب الرعش وعم تتوتوتوا. ترى أنا أجيت بوقت غير مناسب. لا بدا ما في شيء، بس حسون كان عم سمعني شعر غزلي من تأليفه. لك حسان؟ لك صاير عم تكتب شعر لك درسان؟ ما في شيء عمي أبو صالح، ما في شيء. قاعدين عم نتسلى مثل ما أنك شايفنا، لا شغلة ولا عملة. قوم انزل أنبز معنا هون، قوم قوم انزل تعال. شو؟ شرف شرف عمي ابو صالح. هش 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 هش. شرفنا هون. اهلا وسهلا. اهلين. لك حسان؟ نعم. انا بعرف الشعر ما بينكتب الا اذا كان الواحد عشقان. وهو عشقان. لك موسي. ايه ميالك بالك فاضي ورايق للشعر والغزل. يطول بالك عمي ابو صالح، ما بعد الضيق الا الفرج. يا سيدي الله كبير. مفرجت فرجت، ما فرجت مفلجت. عمي ابو صالح، ما عندك شي بيت شعر غزلي حلو؟ انا ما عندي غير البيت الساكن فيه انا ومرتي وابني وحماري. يعني يا عمي ابو صالح، ما كنت تستشعر ايام الخطبه وتقول له شعر غزلي يا ام صالح؟ قصدك ايام الكذبه لك يوسف. اول ايام الخطبه العريس بيحكي والعروس بتسمع، وباول ايام الزواج كمان العروس بتحكي والعريس بيسمع، وبعد سنة من جوازهم بصير العريس والعروس يحكوا والجيران يسمعوا. الله شد دماتك خفاف يا عمي ابو صالح. يعني ما بدك تسمعنا شي بيت غزلي حلو قلته لام صالح ايام الخطبة؟ بزمان اختك ام صالح طلبت مني الا بيت شعر. اسمع شو قلت لها. هات سمعنا. ارباط الحب يا احلى رباط، ان حبيتيني حبيني وان ما حبيتيني انا الصباط. يا حري يا حري، شكون؟ لا انتو سالتوني لوين رايح ولا انا جاوبتكم اللي عند ابو شكري. السلام عليكم بتلهوا الحمار عن عليقه. اهلين ابو صالح. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يلا خلينا نكمل جولتنا. قوم. تعرف انه شغله ابو صالح حلوه كثير؟ لك شو حل فيها؟ طول النهار داير من هون لهون. صحيح، بس كلها متعه وكل شغلته مع النسوان. هي اللي بتضحك له شوي مشان ينزل لها السعر، وهي اللي بتاخذ وبتعطي معه، وهي اللي بتتغنج عليه، بيتسلى وبيتحلى ولا بكل ولا بمل. ذات انت مو اكل على غير النسوان، النسوان وبس. ليش في احلى من النسوان؟ انا لما بشوف بنت عم تشحط بشحاطتها بيشحط قلبي وراها شحط. لك انت يوما ما راح تكون نهايتك على ايد النسوانك حسون. يعني انت ما بتحب النسوان؟ اخ يا حسون اخ، ليش في حدا ما بحب النسوان؟ بس انت بتعرف العين بصيرة وليد قصيرة، وبعدين هن ما بيحبوني. اذا انت طشمي لا بتكش ولا بتنش وكل عقلك ببطنك. تعرف شو رأيك ننزل اسمك عند اختي؟ بتحطك بهالدور عسى ولعلا تجي شي عمية قلب وتقبل فيك. من تمك لبواب السماء. بس غزالة دبي بس. وعلى شو بدي سوي لك دعاية بعدي؟ شو فيك صالح لأحكي للبنات عنه؟ بقول عنك حلو وانت مالي؟ ما فيك من الحلاوة بقشة. بقول عنك غني وانت مفلس ما في بجيبتك الوتكة. بقول عنك آدمي وانت أرزل خلق الله بالضيعة. شو؟ بقول عنك شغيل وانت عاطل عن العمل وكل النهار دايري مع مقصوف هالرقبة هاد. لك ما بتخلوا إن جاجع تبع عليكم؟ وين ما بتسمعوا جاجع عم تكعكي بتنطوا مثل السعادين وبتشفطوا البيض. لك الأهالي عم يفكروا يركبوا كاتم صوت على منقار جاجعتهم مشانكم. روح انت وياه من وشي، روحوا من وشي. لك روحوا اشتغلوا كلوا من عار أجبينكم، ساووا مثل أبو صالح ما عم يساوي. نلقوا فاكرين إنه أنا ما عندي ضمير لغش حدا فيكم؟ ما؟ اختي ما دخلني، بس هو تضرب منك إله. قوم من خلقتي انت وياه. يلا
قوم غزال قوم، هي اختي بس تهوج ما حدا بيعرفها غيري. قوم اجري. خير خير خالتي بناية، ليش مهجوز بدني؟ مهجوز بدني؟ فشكي تعلمي الحكي، قولي مهزوز بدنك مو مهجوز بدنك. تصوري هالمسطول غزال قال شو جاي يسجل اسمه عندي لدبر له عروس، هو قاعد لا شغله ولا عمله. حرام خالتي ام نايف، لا تكسري بخاطره وسجلي له اسمه. لك على شو؟ لا قامة حلوة ولا لك انتي اول الناس بترضي تاخدي. انا طبعا لا، لشو شايفتيني كتير قاتلة حالي لأقبال؟ لك قلنا مثلا ليش هيك انطمستي؟ انتي مثل ما قلت لك السنة الجاية اذا نجح اخي حسان رح اخطبك له. عجبك هيك؟ كله منك كله منك. اختي ام نايف معها حق، واحد عواطلي مثلك لا شغله ولا عملي، لك كيف البنات بدهم يرضوا فيه؟ فهمني. بدل ما تقول لك ايش تضربك شو رجله، مش حضرتك شو بتشتغل؟ بزعل منك يوسا، انا طالب علم وطالب العلم شغله كبيره كبيره بحد ذاتها. ما شاء الله شو عم تطلب علم، 5 سنين بكالوريا، لو واحد غيرك كان صار دكتور وانت لساتك تور. تور؟ خلاص يوسف خلاص، حق علي انا اللي نصحتك. هي بدل ما تشكرني وتروح لعند عمك خليل وتجيب بضاعة وتبيعها مثلك مثل ابو صالح وتصير بني ادم، نازل بهدلة فيني؟ إلك يا عمي نيال بيحبوا خليل. عمين بتقصد غزال؟ فهمني عمين بتقصد؟ يعني عمين بده يقصد؟ طبعا على ابو صالح. بعد كم يوم صيفه الريح، بكرة بصير معه راس ماله بيفتح محله بيضارب عليه خليل. ها دير بالك. الرجال درويش وما عم يطمع بهيك شيء، كل همه يطعمي حاله وعياله. يعني احنا حرام اذا اكلنا؟ ومين قال حرام؟ ها انت مستعد تشتغل مثل ابو صالح؟ ليش لا؟ انت حمار ما عندك لتشيل عليه البضاعة، وبعدين انا حمار بده يشيلها؟ شوي زكاتك هيك منيح يا خليل، الحمار موجود البركة بأخي غزال. وأنا موافق بس بشرط. وأنا موافق سلف. ما بتبيع بالضيعة اللي عم يبيع فيها أبو صالح ولا هو، لأني أنا المركز الرئيسي. مشي. وأنا 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 كمان موافق. الحقني الحقني. لا أحمد شو صار له، طلع مثل خطاف الزعزوة. ما استفدنا شيء ما استفدنا شيء. بدك الدغري؟ شرطه لخليل ما عجبني بنوم. ومين قال راح ينفذ له الشرط؟ طيب ليش قبلت؟ يا سيدي هذا اسمه اسلوب مناوره، انا قبلت مشان يقبل يعطينا بضاعه. ما بتزبط، انا عم اقول لك ما بتزبط، خليل وبعرفه، بكره اذا دري ببطلها. لا تخاف، خليل بيحب جيبه، واللي بيجيب له مصاري اكثر بوقف لجنبه، قوم مشي معي قوم، قوم. لك قوم يلا خلصني قوم. يلعي قلبك جاي، لك جاي. صاير ما عاد صفي عندهم غسيل بلوك.